بلاستيك تاعهم. لا كاينين اللي قالوا لي فيها فرشيطه. احنا دروك مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية وهران بتسخير جميع الإمكانيات البشرية والمادية من أجل مراقبة الأنشطة التجارية ومحاربة كل أنواع قمع الغش والممارسات التي من شأنها إلحاق الضرر بصحة وأمن المستهلك من خلال تشديد وتكثيف الرقابة بالأخص خلال أوقات الذروه للنشاطات التجارية خلال الظهيرة وبعد الإفطار، وهذا من خلال تعزيز مراقبة مطابقة المنتوجات سريعة التلف. لابد على المواطن أن يكون تاني يكون حريص، يعني كيشوف مادة ما فيهاش ليتيكتاج، ما فيهاش صوالح. شفنا في بعض الأحيان نشوفوا دي بورس فيهم السيترون ما عندهم حتى مصدر من جايين، هذا قادر يسبب تسمم للمواطن. يا لابد على التاجر كذلك أن يلتزم بقواعد النظافة ويلتزم بكل أمور اللي ما توصلش للمواطن حتى يصير له مشاكل صحية.